مساء الخير، مساء الخير على كل الأهلوية، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة في برنامج البيت الكبير، أرجو أن تستمتعوا بيها. برحب بيك يا كابتن هاني. أهلا بيك يا سهام، برحب بيكو في حلقة جديدة من البيت الكبير. دايما معانا كواليس وعندنا لقاءات حصرية كبيرة جدا جدا ونجوم على أعلى مستوى. برحب بيكو، بقول إن النهاردة إن شاء الله يكون برنامج، وكل محتوى البرنامج إن شاء الله يكون على أعلى مستوى، ونشوف إن شاء الله مضمون يسعد جماهير النادي الأهلي وكل الجماهير اللي بتتفرج علينا النهاردة إن شاء الله. بس في البداية طبعا عايزين نقول كلمة، إن إحنا قلوبنا في بيروت. اللي حصل محنة كبيرة جدا، فاجعة، تعتبر كارثة، ودي مش محنة الحقيقة تخصهم هم كشعب لبنان، دي تخصنا إحنا كمان. عشان كده النهاردة مصر أول دولة قدمت مساعدات لبيروت في الانفجار اللي وقع فيها مبارح، والحقيقة خلف ضحايا يعني كتير جدا بالمئات، وأول كمان من حرصت على تقديم المساعدات سواء المعنوية أو المادية أو الطبية، لأن احنا عندنا يا جماعة مستشفى ميداني مصري في لبنان. فالنهاردة المستشفى دي واحنا في اللحظة اللي بنتكلم فيها دي بتستقبل حالات، وبتستقبل يعني يمكن ناس كتيرة جدا أصيبت جراء انفجار بيروت. ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ لبنان، ربنا